نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حضر معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين مساء أمس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92. ولدى وصول معاليه موقع الاحتفال يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كان في مقدمة مستقبله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، حيث نقل معاليه تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وأمنيات سموه بأن يعيد المولى العلي القدير هذه المناسبة وأمثالها على المملكة العربية السعودية وهي تنعم بمزيد من التقدم والمنعة والاستقرار. وأوضح معاليه أن الخصوصية الفريدة التي تتصف بها القواسم المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية جعلت منها أمانة تتناقلها الأجيال المتعاقبة بكل مسؤولية، ما أفرز علاقات نوعية راسخة ومتميزة بين البلدين، وأصبحت مثالا يحتذى لما يجب أن يكون عليه عرى الأخوة والاحترام والتكامل بين الدول الشقيقة. وشدد معاليه على أنها مناسبة تدعونا كذلك لاستذكار ما أوصانا واستوصانا به الأوائل من الآباء والأجداد الذين نقلوا إلينا إرثا لن نفرط فيه، قائما على المودة والمحبة والاحترام. وقال معاليه: إن مشاركة الأشقاء أفراحهم ومسراتهم التي هي أفراحنا ومسراتنا ما هو إلا تعبير عما تكنه مملكة البحرين التي ازدانت شوارعها ومبانيها بالأخضر والأبيض، من تقدير بالغ ورفيع للدور الريادي والمحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في توحيد صف الأمة والأعلاء من شأنها ونصرة قضاياها، وذلك انطلاقا من عمقها العربي والإسلامي وثقلها ومكانتها على الخارطة الدولية باعتبارها السد المنيع والحصن الحصين الذي تشد المنطقة به أزرها في مواجهة كافة المخاطر التي تجابهها. إن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتولي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. إن مملكة البحرين لتشاطر بكل فخر واعتزاز المملكة العربية السعودية مشاعر الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي يحتفى بها اليوم، وليستذكر الملحمة البطولية التي قادها بكل بسالة وشجاعة المؤسس الراحل الكبير الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله لتوحيد أرض بلاد الحرمين تحت راية المجد والعلياء، وإنها لمناسبة تدعونا كذلك لاستذكار ما أوصانا واستوصانا به الأوائل من الآباء والأجداد الذين نقلوا إلينا إرثا لن نفرط فيه، قائما على المودة والمحبة والاحترام، فالبحرين والسعودية قلبان في جسد واحد لا يفترقان، والبحريني سعودي والسعودي
بحريني وأهلها مجتمعون دائماً على الحق والخير بإذن الله. اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأنوه بما تشهده المملكة العربية السعودية من مظاهر النهضة والعمران على صعيد المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها والتي ينظر إليها كواحدة من قصص النجاح التي تسطر الإرادة والهمة السعودية التي ترمو إلى العام 2030 عام الرؤية السعودية بعين متفائلة نحو مزيد من الفرص التي تحقق للوطن والمواطنين مزيداً من الرقي والازدهار. كما أود أن أثمن عالياً الوقفات الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف. حفظ الله حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخاه خادم الحرمين الشريفين ووفقهما لكل خير وأدامهما لبلدينا وشعبينا الشقيقين عزاً وذخراً وسنداً. وكل عام جميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. من جانبه عرب صاحب السمو الملكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه من حرص واهتمام بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية لتشريفه الحفل.